مرحبا بكم متتبعينا في برنامجكم قهوه مع المشاهير في حلقه جديده. اليوم ضيفتنا هي فاطمه الزهراء ومرقبه في الشيخ اطلاق. مرحبا بك فاطمه الزهراء. لا يخطيك بارك الله وفيك، شكرا بزاف حيت بقيتي حاضيه معايا. امتى خرجتي امتى دخلتي باش تلاقيني؟ مبارك الله في ربك ربي يخليك. فاطمه الزهراء بغينا نعرفوا كيفاش دخلتي لهذا المجال ديال التشيع، واش هي موهبه من الصغار ولا بالصدفه؟ لا ماشي بالصدفة، هي الموهبة كاينة من الصغر، منو أنا مازال صغيرة بزاف، لاج ديال 3 سنين ولا ما نعرف 4 سنين، إيوا واحد الحاجة كتعجبني بزاف وقادرة نعطي فيها، علاش ما نبارطاجيهاش مع الناس كاملين؟ والحمد لله داكشي اللي بغيت وصلت ليه. فاطمة الزهراء، اللقب ديال الشيخة واش ما كيضايقكش أنتيا؟ سيرتو أنا في المجتمع ديالنا فهمتيني عنده واحد السمعة اللي هي سيئة في المجتمع، واش ملي كيقولوا لك الشيخة ما كتضركش شوية في خاطرك؟ مجتمعنا عنده كاع السميات كلهم فيهم السيئات، الشيخة سيئة واللي كتصلي سيئة واللي جالسة في دارها سيئة، كيما ما درتي معاهم وحلا. لا بالعكس، لو كان يعرفوا الشيخة ليبوك شنو كانت كدير وشنو كتسوى الشيخة وشكون هي الشيخة، غادي حتى واحد ما يقدر يهضر وحتى واحد ما يقدر يقول شي حاجه. لا بالعكس ما كتضايقنيش، واحد الحاجه كتعجبني بزاف، قادره نعطي فيها كيف ما قلت لك. لا علاش غادي تضايقني؟ الناس كتهضر اللهم نبروفيتي ونديروا داكشي اللي بغينا، خلي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. الشهره فيها المساوئ والمحاسن، واش انت ادتك الشهره بزاف ولا؟ لا بالعكس، علاش ادتني؟ بالعكس ما ادتني حتى شي حاجه، بالعكس خلات غير الناس يزيدوا يبغيوني اكثر، ونعرف شحال ديال الناس كيبغيوني. لا بالعكس ما ادتني حتى شي حاجه، بالعكس عاجبني الحال. والانتقادات ديال بعض ما كتضركش في خاطرك؟ قلت لك خلي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. الناس قلت لك كتهضر شي هاد الجلسه دابا اللي انا جالسه انا وياك، وراهم الناس ديجا كيهضروا، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. شوف مادام بنادم مرتاح في داكشي اللي كيدير ما يتسوقش للناس. ما عمرك تلقيتي شي انتقاد اللي هو ضرك؟ اي كاين الانتقادات وكاين المعيور وكاين السبان وكاين بزاف ديال الحوايج، ولكن الا جيتي ديري راسك في داكشي راه الا جيتي تتبعي الناس غادي نقول لك غنعطيها لك بين قوسين وملخصه، الا جيتي تتبعي الناس ما تلبسيش حوايجك، شي حوايجك اللي فوق من دارك ما تلبسيهمش. اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. كنتي مزيانه كيهضروا فيك، كنتي خايبه يهضروا فيك، ضعفيتي يهضروا فيك، غلاضيتي يهضروا فيك، لبستي يهضروا فيك، ما لبستيش يهضروا فيك. اللهم خلي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. ما عمرك زعما ندمتي انك دخلتي لهذا المجال؟ هو في الصراحه في البدايات ملي كنت كنسمع الهضره ونقرا لي كومونتير ونتلاقى مع الناس، واحد يقولها زوينه واحد يقولها خايبه، سي كنت كنتقلق وكان كيبقى فيا الحال، وكنت كنقول صافي غادي نحبس من هذا الشيء ما باقيش صافي ما. ولكن دابا لا. جاتك فكره الاعتزال انك تعتزل؟ تيكون علاش غنعتزل؟ هذيك الوقيته باش وصلتي لواحد المرحله انك ماشي كنت غير كنتعصب وكان كيطلع لي الدم، كنقول غير علاش هاد الناس ما كيعرفونيش من قريب، بحال كاينين ناس ما عمرني حتى ما جلست معاهم ما كيعرفوش حتى شكون انا، وكاينو دو كيبقاو كيشرعوا فمهم وكيهضروا كيقول الخايب واللي كاين واللي ما كاينش، وكيبقى غير حاله وكيهضر. الحشومه ما خصش يكون هكا، الا ما كناش نحترموا بعضياتنا ونهزوا بعضياتنا ونرفعوا معنويات بعضياتنا ونكبروا بعضياتنا، ما كاينلاش ما نهضروش في بعضياتنا. بغيتي تقول شي حاجه هضر على راسك، الا ما كنتيش غادي تقول كلمه زوينه يسكت. واش كاينين شي فنانين في المجال اداوك كنتي معاهم اصدقاء ومن بعد هضروا مورا ظهرك وداروا الهضره مورا ظهرك؟ منهم عدد، منهم بزاف، وكاينين الناس اللي ثقت فيهم وغدروني بهاد الكلمه هذه. كاينين الناس اللي دخلوا لداري وكلوا طعامي وبزاف ديال الحوايج وطعنوني في ظهري، ماشي مشكل، ربي كبير. شوف كنقولها للناس كاملين، يمشيو غير بالنيه، شي الواحد ملي كيمشي بالنيه ديما في الاخر كيربح، واخا كياكل العصا في الاول وهذا، ولكن ماشي مشكل. معروفه زعما كاين من الوسط الفني وماشي من الوسط الفني، ومهم كاين حتى من الوسط العائلي، الا جينا نبقاو نهضروا بزاف
ما كنبغيش نحكر على بحال هاد الحوايج. كما قلت لك واحد الحاجه انا اللي مرتاحه فيها وقادره نعطي فيها ما كنتسوقش، خلي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. انا كيهمني داك لونتوراج اللي انا عايشه فيه ديال امي خويا خوتي بنتي سالينا، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. ما كتشوفيش انه كاينه شي وحده احسن منك في المجال؟ كاينه احسن مني؟ شي وحده احسن منك. واش غنقول لك؟ شوفي كل واحد وكل واحد وناسه، كل واحد وشكله، كل واحد وكيفاش كيتعامل، كل واحد وكيفاش كيهضر. واش غنقول لك؟ وحتى الجمهور كل واش كيعجبو، ما غاديش نوض نفرض على شي وحده ونقول انا احسن منك ولا انا هذا، لا بالعكس، انا تلميذه ديال كاع هاد الناس اللي طالعين دابا وهذا الشيء، انا تلميذه ديالهم. حيت بحرها يلا دخلت للدومين مازال صغيره باقي بزاف الحوايج، لا لا بالعكس، يقدر كاينين احسن مني، يقدر ماش كل طريقته، كل واحد وكيفاش كيخدم، كل واحد وكيفاش كيتعامل، كل واحد ما تمشي بحال بحال. سمعنا ان الاب ديالك توفى وانت في سن صغيره والام ديالك هي اللي تكلفات بكم، ومريتي من واحد المعاناه في الصغر ديالكم، يعني مريتي من صعوبات، واش في حياتك عمرك فكرتي مره وداتك الفكره ديال الانتحار؟ لا ويلي لا لا بالعكس، كنا عايشين بخير وعلى خير، كبرنا في الخنات، كبرنا في احنا ولاد المخزن، كبرنا مش غنقول لك، المهم عشنا الحياه كوم الفو عادي. توفى ما تجيكش غير من العبد، اما لده الله ما ماشي مشكل، الله يرحمه ويوسع عليه ضيقه القبور، ما كان مخلينا من حتى شي حاجه، خلى لينا فاش نعيشوا. وكنقول حتى لامي الله يطول ليها في العمر، يا ربي ما كرهت شي خد من عمري ويعطيها، دارت كل ما في جهدها باش نقرا وباش نكبروا وباش داكشي اللي كان معيشنا فيه با، دارت اللي في جهدها باش تخلينا عايشين في نفس المستوى، ولكن ضروري كيبان داك غياب الراجل راه ما كاينش فيه. صراحة وبصراحة بغيناك تكوني جريئة انك تجاوبيني على السؤال، واش عمرك مريتي من حالة اكتئاب؟ كنعرفوا ان الفن صعيب و... لا 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 عادي. شوف كيطلع لي كاع الدم في شي حاجة ولا كتوقع شي حاجة ولا هذا، كندخل لواحد البيت كنسد عليا. المهم كل واحد وفين فين فين كيخوي داك الكبت ديالو، كاين اللي كيبكي، كاين اللي كيخرج، كاين اللي كل واحد واشنو كيدير. عادي كتبقاي كتفكريها شنو غادي ندير، غادي نوض نوضه وحده اخرى غندير غنفعل، صافي كننسى. حنا سميتنا انسان، انسان منين جات من النسيان، باش اي حاجه خايبه ولا زوينه كننساوها. لا عادي. سمعنا انك قريبا غتزوجي، شكون اللي قالها لكم؟ مبروك بعدا. الله يبارك فيك. شوف هي مازال ما كايناش شي حاجه اللي باقي، ما كايناش شي حاجه اللي اكزاكت، المهم كاينه هضره، كاينه هضره، ولكن باقي كنكذبش عليك، باقي كنفكر، باقي متردده، باقي بزاف د الحوايج، الله يستر. امين. بغينا نعرفوا اش من حب كان صادق في حياتك، واش الاولاني ولا الثاني؟ شوفي باش نقول لك واحد الحاجه، ما كاينش الحب. شي الا كنا غير حنا المغاربه ما كاينش الحب. كاين حب الله، كاين حب الوالدين، كاين حب الوطن، وكاين حب هادو، وكاين حب الذات، كتبغي راسك، كتكون نفسك عزيزة عليك. أما زعما هذا ما عرفش، يقدر يكون ولف، يقدر يكون ما عرفش شي حد دار معك شي حوايج اللي المهم كيولي عزيز عليك. أما الحب خليه التركيين وخليه الناس ماليه اللي كيعرفوا ليه، حنا ما كاينش. كتقولي شوفي غير كلمة الحب، ما عمرك سمعتي؟ ما كنسمعوش كلمة الحب حنا في المغرب. كيحشم شي واحد يقول لشي وحدة راه لا، ما كاينش. كاين الولف، واخا كاين الولف، مي الحب لا ما عرفتش، والله أعلم كل واحد وكيفاش كيفكر. نسولك واش هاد السيد واش كيغير عليك في المجال؟ واش لا 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 شوفي هذا كيغير عليك والو فينك واش كديري ولا لا، حتى تكون شي حاجه كما نقول لك، ملي تكون شي حاجه انا ما غنبقى لا المجال ولا حتى شي حاجه، غادي نجلس، غادي نقابل داري، غادي نقابلو هو، غادي بزاف ديال الحوايج، هادشي كلشي غنقول ليه باي باي.
من نتمنى من الله يكون خير. بغينا نهضروا على الجديد ديالك، شنو هو الجديد ديالك في المجال الفني؟ الجديد ديالي حتى هو غادي نخليه نحتفظ به لراسي. بغيتو يكون جواب لواحد الناس اللي ما قالوش كلمه زوينه في حقي وما كيعرفونيش ما كيعرفونيش زعما على قريب، وما بيني وبينهم حتى شي حاجه، وما عمرني جلست معاهم، وما عمرنا ما تلاقينا، وما عمرنا ما حتى شي حاجه. بغيت يكون جواب ليهم لديك الهضره اللي قالوا. هذا الشيء انا خازناه باش نجاوب ناس اخرين ما قالوش كلمه زوينه في حقي. هذا الجديد اللي كتهضري عليه لا غيكون الله غيكون جواب ليا باش نجلس كل واحد كنجاوب معاه بوحدو. هما كيهضروا وكيعايروا، انا بغيت نجاوب بالخدمه، وهذيك الخدمه انا نخليها سوربريز، ما بغيتش نقولها دابا. في الوسط الفني وكاع شي حاجه طيح لك في دماغك، وحتى ما عندهم حتى علاقه بالوسط الفني غير طفلوا على الوسط الفني. ما تقدرش تقول اسماء؟ لا لا لا، علاش غادي نقول اسماء باش يديروا البوز على ظهري؟ كما داروه وحدين اخرين ولاو كيقولوا هضره خايبه. نو ما نقولش السمايا. اوكي كنشكرك فاطمة الزهراء على الحضور. صافي ما سخيتش بيكم. حنا ما سخيناش بيك. بارك الله فيك. لا لا يخفيك. كنت نعرفك باقي تابعه الطريق. لا لا يخفيك. بارك الله فيك. تبارك الله عليك وشكرا جزيلا لك والحضور ديالك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.